سلام من الله عليكم أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان. نقدم لكم تغطية خاصة عن مهرجان الرسول الثقافي السنوي الثاني الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة برعاية كلية الدراسات الإنسانية الجامعة، فكونوا معنا. بنهجه نهتدي ونرتقي شعار المهرجان الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني بالتعاون مع عمادة كلية الدراسات الإنسانية الجامعة في النجف الأشرف. كل الأمم تضع لها رموزا تقتدي بهم للوصول إلى جادة الرقي، ولا نجد خير من رسول الله كأمة إسلامية، خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نهتدي بخلقه وعمله وما أوصى به. لذا اهتمت العتبة العباسية من خلال هذا المؤتمر بإلقاء بعض البحوث وكذلك بعض الفقرات الشعرية وتقديم بعض الهدايا للأخوات مرتديات العباءة في الجامعة وفي أثناء الدراسة، وتكريم المتفوقين من الطلبة حقيقة. ونعول كثيرا على فئة الشباب لأنهم الطاقة التي تبني البلد. المهرجان تضمن معارض للكتاب إضافة إلى معارض علمية لأقسام كلية الدراسات الإنسانية وفقرات متنوعة أخرى تعنى بتوثيق نتاجات الطلبة وإبداعاتهم. السنة كان المهرجان مميز بأنه مثل فرحة الولادة المباركة، وتضمن فعاليات كثيرة على مدى 3 أيام. الفعالية الرئيسية كان هو الفقرة الأولى من المهرجان اللي تضمنت عدد كبير من الفعاليات من الخطابة والشعر ومظاهر الفرحة والبهجة والموشحات الدينية، كما تضمن المهرجان على عدة معارض قامت بها العتبة العباسية المقدسة والعتبات الحسينية والعلوية، معارض كتب ومعارض للمتاحف، وكذلك ضم معرض خاص لجهود الكلية لأقسام الكلية وما إبداعاتها خلال العام الماضي. ونأمل أن يكون هذا الاحتفال هو بداية لكي نجسد إحنا إن شاء الله من خلال عملنا، نجسد صفات الرسول الأعظم، نجسد هذا الاحتفال في تصرفاتنا من خلال خلق الطالب الجيد، الطالب الذي يقتدي بصفات الرسول الأعظم ونهج أهل بيت الأطهار بإذنه تعالى. العتبات المقدسة كانت حاضرة في المهرجان من خلال مشاركات بإصدارات ثقافية وعلمية أكدت أن العتبات المقدسة مصدر إشعاع فكري للعالم أجمع. شاركت العتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية بجميع إصداراتها ما يقارب حوالي 350 إصدار بين المجلات محكمة وغير محكمة. المجلات المحكمة تشمل العميد والباهر، وصل العدد حوالي بمجلة العميد 19 ومجلة الباهر العدد الثاني، وعندنا مجلات مجلدة وغير مجلدة مثل الورقية، ومجلات شهرية ونصف شهرية مثل صدر روضتين ورياض الزهراء الذي مختصة بالكادر النسوي. استغلال هذه المحافل في نشر الوعي والثقافة؟ تسعى العتبات المقدسة لنشر الثقافة والوعي في جميع أنحاء العراق في الجامعات العراقية، باعتبار أن العتبات المقدسة مو فقط زيارة ويعني غير معروف عليها، ويعني بين العالم الإسلامي والكوادرنا الطلابية بأن العتبات مراكز علمية وثقافية وحضارية. اشتركت العتبة الحسينية المقدسة في ذلك المهرجان الذي يقيم ضمن معرض الكتاب. هذا المعرض الكتاب ضم تقريبا أكثر من 600 إصدار، هاي الإصدارات كلها كانت هي إصدارات العتبة الحسينية المقدسة، إصدارات نتجت عن أقسام العتبة الحسينية المقدسة، قسم منها الشؤون الفكرية، قسم منها مؤسسة نهج البلاغة، قسم أقسام أخرى أنتجت هذه الإصدارات. بحمد الله الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة وبتوجيه من المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي حول المشاريع الثقافية، تلك المشاريع التي تنمي الطابع الثقافي والطابع العلمي لدى الجامعات العراق كافة، لدى شرائح المجتمع كافة. لذلك أسرت العتبة المكتبة العلمية بهذه الإصدارات، أكثر من 600 إصدار لحد الآن، وهناك أيضا
لا زالت كثير من الإصدارات، طبعا بعض الإصدارات هي موسوعات وبعضها كتيبات وبعضها كتب قيمة، والأعداد في تزايد يوم بعد يوم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمة الثورة الحسينية وعظمة الإمام الحسين وعظمة ذلك النور الذي شع من ذلك المرقد المقدس الذي غطى كل أرجاء العالم، ليس فقط العراق وإنما كل أرجاء العالم. وإن شاء الله مستمرة العتبة بهذه المشاريع التي ترفد العلم والمعرفة لشتى طوائف المجتمع. سيان، إن قصر المدى أو طالا، ذكراك تبعث في النفوس جمالا. متواصلون معكم سادتي مشاهدي فضائية كربلاء في تغطية خاصة عن مهرجان الرسول الثقافي السنوي الثاني الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة برعاية كلية دراسات الإنسانية الجامعة، فكونوا معنا. طلبة كلية الدراسات الإنسانية الجامعة تنافسوا على الحضور والمشاركة في المهرجان بنسخته الثانية، والذي منحهم فرصة للتلاقي واكتساب الفائدة العلمية. أكثر شريحة اليوم بالمجتمع هي شريحة الطلبة، الطلبة الجامعيين، يعني نشوفهم متفاعلين جدا لإرساء هذه المهمة، وإن شاء الله نكون في كل سنة تزداد هذه النشاطات. معروف أن كلية الدراسات الإنسانية الجامعة هي مؤسسة أكاديمية تابعة للعتبة العباسية المقدسة، وهي ترعى مشاريع ثقافية عدة، منها مشروع فتية الكفيل الوطني الذي يعنى بإحياء المناسبات الدينية ونشر فكر وثقافة أهل البيت عليهم السلام. حقيقة اليوم احنا جدا سعداء ونحن في ضيافة النجف الأشرف، تحديدا في كلية الدراسات الإنسانية التابعة للعتبة العباسية المقدسة. اليوم احتفلنا في مهرجان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من ضمن الخطة السنوية لمشروع فتية الكفيل الوطني، حيث يقام في كل جامعة مهرجان معين لذكرى مناسبات الدينية أو المناسبات العلمية. حقيقة اليوم كان اليوم بهيج جدا بفرح والأفراح البهيجة في كوكبة جديدة من طلبتنا الأعزاء، وكان المحور الرئيسي هو التركيز على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المحور العقائدي، حيث تم في هذا المهرجان عدة فعاليات من ضمنها المعارض ومعارض الزهور ومعارض الكتاب وكذلك المناحل، وهذا يترك أثر إيجابي للانسجام العام مع الطلبة. ونفتخر عندما نرى ونشاهد أن الطلبة يقيمون هكذا مهرجانات، وهذا يعتمد كليا على رفع راية الثقافة خفاقة في أروقة الجامعات والمعاهد العراقية. كلية الدراسات الإنسانية الجامعة هي إحدى المؤسسات الأكاديمية التابعة للعتبة العباسية المقدسة وتتشرف بذلك، لها مساهمات كثيرة بإعلاء شأن أهل البيت عليهم السلام من جهة، ومن جهة أخرى بالمساهمات العلمية والإنسانية، حيث تتكون من أقسام طبية وأقسام إنسانية، تتكون من طب الأسنان والصيدلة وأقسام علمية إنسانية أخرى، زاوجت ما بين المادة العلمية ومادة والمادة وتدريس الطالب أصول أهل البيت عليهم السلام ببرنامج إرشادي متكامل زائداً المواد العلمية، فلذلك تهدف إلى أن تخرج خريجين أكفاء أكاديميين لهم من القدرة والإمكانية والمعتقد السليم الذي يساهم مساهمة مباشرة بفائدة المجتمع وإعلاء الوطن وشأنه. من الجهات كلية الدراسات الإنسانية لها الكثير من المساهمات في المجتمع من ناحية تأليف الكتب وتعضيد البحث العلمي والمساهمات التطوعية وإحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام الحزينة والسعيدة، وهذا المهرجان هو جزء من إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام، حيث ورد أن أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، فنحن بذلك نساهم ولو إسهام بسيطة بإحياء وإعلاء شأن أهل البيت عليهم السلام وإحياء شعائرهم، حيث أن هذا المهرجان الثاني تميز عن المهرجانات السابقة ب
كونه متكون من فقرات متعددة، من محاضرات علمية، من مساهمات الطلبة بمعارض كتب ساهمت فيها العتبة العلوية المقدسة والعتبة الحسينية والعتبة العباسية ومسجد أمانة مسجد الكوفة وباقي المزارات الشيعية الأخرى، إضافة لنتاجات المعارض، نتاجات الطلبة التي عكست للحاضرين مدى عمق وسعة أفق القائمين على المهرجان وطلبة الكلية. طلبة قسم القانون أبدعوا في عرض فيلم قصير عن بطولات رجال الحشد الشعبي المقدس والذي جسد وحدة العراق، وقد نفذ الفيلم قناة كربلاء الفضائية. شاركت قناة كربلاء الفضائية في مهرجان الرسول الثاني في الجامعة الإنسانية للعتبة العباسية المقدسة، وشاركت بتصوير وإنتاج فيلم قصير للحشد الشعبي الذي يضم 4 طوائف: الطائفة السنية والطائفة الشيعية والطائفة المسيحية والطائفة الأيزيدية. والحمد لله والشكر الفيلم نال رضا المشاهدين في المهرجان، والحمد لله والشكر. جلسات بحثية ومؤتمرات علمية شهدها المهرجان الذي دعا خلاله المشاركون إلى الاستلهام من نهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في نشر السلام والمحبة ومفاهيم الإسلام السمحاء متمثلة بخلق النبي صلى الله عليه وآله. أردت في هذا بحثي اللي لقيت اليوم أن أوصل رسالة الإسلام، رسالة محمد، رسالة الإمامية، رسالة أهل البيت عليهم السلام، أن يكون الحوار هادئ هادف بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن الدم، كما هو أسلوب الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال عند دخول الكعبة، عند دخول مكة فاتحا فتحا سلميا، قال من دخل دار أبو سفيان هو من دخل الكعبة وهو آمن، من دخل داره وأغلق باب فهو آمن. فالمفروض من هذا أنه نفهم أنه الدين دين التسامح، دين جئتكم بالشريعة السمحة. فأنا أتعجب من هؤلاء الدواعش من دار في فلكهم، أعطوا صورة سلبية ماكتة إلما للإسلام، لأنه هو دين الدم، يكبر ويذبح، يكبر ويفجر، يكبر ويقتل. والإسلام بريء من هكذا مواصلة، الإسلام والمسلمين بريئين من هذه الصفات. هذا اليوم في هذه الاحتفالية المباركة نحاول أن نعيش ونستذكر حقيقة الهدايوية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعناصر الرحمة التي اكتنفت دعوته، فقد قال فيه الباري عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحاول أن نعايش الرحمة، نعايش السلام، أن نكون موجودين في دقائق هذه الدعوة الإنسانية، دعوة الرسالة المحمدية إلى بناء الإنسان، إلى ديمومة الرحمة والتعاطف ومعيشة السلام الحقيقي. كان رسول الله ولا زال ممتدا بسنته، بكتابه، بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بأمته التي نرجو أن تعود إلى منهاجه وإلى حقيقة دعوته، وأن تتآلف فيما بعضها متوحدة تحت شعار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي اكتنفت دعوته الرحمة والرأفة، ولم يكن فظا غليظا كما هو حال الدعاة إلى الباطل. المهرجان بعث رسالة مفادها العلم والتسامح ونشر الفضيلة بين الناس ونبذ الجهل، مستمدا ذلك من نهج النبي الأمين صلوات الله عليه وآل بيته الأطهار. قدمنا لكم تغطية خاصة عن مهرجان الرسول الثقافي السنوي الثاني الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة برعاية كلية الدراسات الإنسانية الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.